تم قرار غريب جدا من قصر الثقافة، وموضوع كده برمته ربما يكون في منتهى الغرابة أن يحدث هذا الأمر في هذا التوقيت وفي هذه الآونة، ولكن في الأخير دعونا نتابع ونرى ما يحدث ونعود للتعليق مع فضيلة الشيخ عصام. في البداية موقع بي بي سي، تعالوا نشوف موقع بي بي سي بيقول إيه. بي بي سي عربي بيقول إلغاء تعيين رسامة منتقبة في منصب ثقافي يثير الجدل في مصر. ده كان بي بي سي عربي. الموضوع ما وقفش عند كده، لا، العربي الجديد كمان، موقع العربي الجديد بيقول إلغاء تعيين منتقبة مديرة لقصر كفر الدوار الثقافي. قررت وزارة الثقافة اللي انتوا شايفينها دي تقريبا هي دي. والمصري اليوم كمان بيقول ضجة بسبب تعيين منتقبة مديرة لقصر ثقافة بالبحيرة والوزيرة تلغي القرار. الوزيرة تلغي القرار والوزيرة اللي صورتها قدام حضراتكم زي ما انتوا شايفينها. طيب، عشان الموضوع يبقى مكتمل امام حضراتكم ونحاول نبسط الامور اكتر، شبكة رصد عملت فيديو جراف بيوضح المشكلة بأبعادها، تعالوا نشوفه مع بعض. طب لما المادة 53 من الدستور المصري بتحرم التمييز، ازاي يطلع واحد اسمه محمود دوير امين عام حزب التجمع اليساري واللي صورته والبوست بتاعكم موجودين في الفيديو جراف اللي انتم شفتوه دلوقتي ده، يطلع يكتب بوست او تويته وبناء عليه الوزيره تروح تشيل اسمه وتلغي تعيين فنانه تشكيليه في قصر الثقافه بسبب النقاب. خلونا نرجع لفضيله الشيخ عصام، بس قبل ما نروح يا شيخ عصام للموضوع كان معانا مداخله الدكتوره منى الأماح اللي هي اللي احنا بنتكلم في مشكلتها دلوقتي، وبتقول ان هي ليست ضد الفن والحفلات الموسيقيه، وتصريحها انه لم يتم ابلاغها اصلا بقرار الفصل بالرغم من تعيين وفصل ولا غيرها، بلغوها بقرار فصل وعينوا كمان غيرها يعني. فتعالوا نشوف المداخلة الهاتفية دي ونرجع بقى للشيخ عصام عشان نسمع رأيه في هذا الموضوع برمته. تعالوا نسمع الفيديو مع بعض. هل النقاب، هو أستاذ محمود بيقول إزاي تبقى منتقبة، ده معناه أن فكرها هيكون ضد الغنى، ضد المسرح، ضد الفعاليات الثقافية اللي ممكن تكون من وجهة النظر الدينية بتكوني بتعترضي عليها؟ هل لا لبس النقاب؟ بالعكس خالص، دي حاجة ملهاش علاقة بدي نهائي. أولا أنا قلت لحضرتك النقاب دي حاجة تخصني أنا، تخص بيتي أنا، يعني ملهاش أي علاقة بالاتجاهات دي، في حين أن أنا أصلا بدير الحفلات دي. يعني أنا إزاي ببقى مسؤولة وبدير الحفلات دي وبتظهر على أكمل وجه وبيحصل إن كل مديرين الإدارات بيحصلوها وبيثنوا عليها أو كل وزارة أو أكبر منه، لكن ما بيحصلش أبدا إن بيحصل فيه تأثير. يعني هو ده اللي انا تعجبت منه، ان شخص اتكلم في حقي بدون ان هو يتعامل معايا او يسأل عني.
انا يعني هو حضرتك شايفه ان يعني الاجراءات اللي اتخذها استاذ ده محمود تنمر يا هي كانت استاذ، السبب في تنمر. التراجع عن هذا القرار؟ لا انا دي بقى من اللي مستغربه لها، ان بعد ظهور الكلام ده تم اعلان منشور من موقع رسمي اللي هو فرع ثقافه البحيره بتعيين زميله ليا، وانا اساسا لا مضيت قرار اعتذار ولا تم اختاري او ابلاغي بالكلام ده. فانا بقى في ظهور قرارين، يعني انا ما زلت مديره القصر وفي ظهور قرار ظهر على يعني قراري. لم يتم فصلك ولم يتم التراجع عن القرار، هو بقى معاكي شخص في نفس المنصب. اطلاق بالظبط ده اللي حصل طب بالظبط، في حين اداريا كمان ان يعني انا تم تعييني بلجنه، لكن ده ظهر قرار 11 ونص مساء يا استاذ، 11 ونص مساء، وبعدها الاستاذ ينزل منشور تاني يشكر فيه الوزيره على تلبيه طلبه او كلامه وسرعه تنفيذه بان هي يتم تعيين شخص اخر، هو ده بس فقط اللي انا يعني تعجبت. هو طبعا الاستاذ محمود لما لقى نفسه كتب بوست فالوزيره استجابت وعملت الاجراء، قام كتب بوست تاني وشكرها ان هي عملت هذا الاجراء. وزي ما احنا سمعنا شيخ عصام دلوقتي، هي الدكتوره منى القماح اللي هي تم الغاء تعيينها او تم تعيين واحده اخرى في نفس منصبها وهي موجوده ولم تختار باي شيء، بتتكلم عن الفن وعن الثقافه وهي منتقبه وتقول ان النقاب ده حاجه شخصيه يعني. اتفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وله وبعد. للأسف طبعا هذا ليس مستغرب على ناس يعني حزب التجمع من قبل، كان رفعت السعيد وغيره كانوا بيحرضوا على المتدينين ويحرضوا على يعني ربعة ومن فيها وقبل وحتى من قبل وأيام ثورة، وكان أيام ثورة يناير أيام مبارك يزعم المعارضة، وفي الآخر يعني التنسيق مع الأمن في مجالس الشعب وغيره، وتفاصيل طبعا يعني افضل الى ما قدم وله تاريخه، لكن تاريخه نعم. معروف بالنسبه له يعني أي. ومذكرات ودنيته وتاريخ يعني. للاسف حزب التجمع اخذ هذا الخط على عاتقه الا من رحم ربك، يعني معظمهم لا هذا التوجه تمام. يعني يقول لك الحريه وكذا، طب وبعدين الحريه ما تطبقها؟ فين الحريه؟ طيب النهارده واحده منتقبه هي حره في قرارها هي التي تقرر فيه، ده مساله لبس. اذا انت بتقول يعني انتوا لماذا تركزون على قطعة قماشة؟ خلاص حضرتك انت مركز ليه على قطع قماشة؟ اذا انت مركز على اني انتوا ليه بتركزوا على الحجاب كقطع قماشة؟ احنا بنتكلم على فريضة بتاعت ربنا أيوه. او واجب شرعي. تعال انت حضرتك مركز ليه انت يا عمي، احنا الناس دي يعني ركزوا على حتة القماشة. مش انت بتستنكر عليهم الكلام ده؟ طيب انت اللي مركز ليه في العداء والعنصريه ضد هذه؟ دكتوره منى بتقول ان هي بتعمل حفلات في قصر الثقافه وبتدير عليها وبتشرف خليها عليها خليها ما بتعملش الكلام ده خالص، وفي وظيفة تانية مش مطلوب منها الكلام ده، ودي منتقبة أو محجبة خلاص. لماذا عندك هذه العنصرية ضد هذا الغطاء والستر سواء كان رمز ديني أو غيره؟ طيب لماذا لا تفعل نفس الأمر مع الراهبات اللي لابسين حجاب على دماغتهم؟ ما تعملش ليه الكلام ده؟ أيوة تنطقش ليه؟ والراهبات في المستشفيات مش لابسين من نفس الحالة؟ نفس الموضوع، نفس اللبس حجاب. ليه أنت بقى قاعد محروق قوي من النقاب والحجاب؟ ده أمر. الأمر الآخر، دي وظيفة لها متطلبات، الست دي قامت بيها ولا لأ؟ قامت بيها، اتشكرت عليها، خلاص شكرا، مش من حقك. تمام. مش من حقك. طيب زي ما أنت النهاردة لو كان الموقف ده اتعامل مع مسيحية اتشالت لعلة شيء في دينها، حتى لو كان الشيء ده رمز شكلي عشان لابسة صليب، يعني إيمان المسيحي لا يقدح فيه انه مش عشان مش معلق صليب مثلا، عادي مش فارقه، علق معلق شو مسيحي. انما المسلم ايمانه تدينه باداء الفرائض مرتبط. طيب لو النهارده اتشال، لو كانت مسكت مديره قصر الثقافه ده واحده مسيحيه فقاموا شالوا العله ان هي لابسه صليب، مش لعله انها مسيحيه خلاص، قاموا شالوها، دي صعبه يا شيخ عصام، مش شالوها ولا هيشيلوها ولا يعني هيقربوها. حد علق ازاي تدخلوا لنا الصليب في خلاص في الدار؟ كان نفس الشخص عضو حزب التجمع هيستنكر؟ لا، ما اروع الوحده الوطنيه طبعا. ما اروع التنوع الديني والثقافي، ما اروع التسامح اللي احنا عايشينه اخوانا. وما يدريك ان هي الدكتوره منى القماح ليها صديقاتها مسيحيات معاها في الشغل وبيتعاملوا مع بعض ليها كويس. ولا أيوة انا بتكلم في نقطه سؤال واحد بس. ده موظف وظيفته تطلبت عملا،
أدى هذا العمل أم لا؟ بس نقطة من أول السطر، خلصت بقى، تطلع مسيحية تطلع مسلمة تطلع منتقبة تطلع مش منتقبة، محجبة مش محجبة، لا يعنيني أنا، يعنيني الوظيفة لها متطلبات ولها عقد وشروط وكفاءة، قامت بهذا بكفاءة. تمام. حق يعني، هل ده معناه أن الأخت دي هتفضل لحد هي في درجة معينة لحد لما تطلع المعاش؟ مش هترقى لأن مش هتمسك أي منصب قيادي ولا إداري، مش عارف بأي دين وأي ملة، منين الكلام ده؟ للأسف طبعا هذه التنمر والعنصرية والمواقف المتصلبة للأسف، يعني وكأني يعني خلاص وزيرة الثقافة انتصرت للحرية والديمقراطية. تمام. بأي منطق وعقل؟ طب إيه اللي يدفع أجهزة وسلطات دولة؟ المفروض إن إحنا مش بنتكلم عن ميانمار مثلا، ولا بنتكلم عن دولة بتحارب النقاب، ولا دولة بتحارب الإسلام ولا الحجاب، ده دولة إسلامية والسلطات المفروض إن هم مسلمين والدولة مش علمانية كمصر، طب ليه بتتعامل بمثل هذه العقلية في يعني موقف كهذا؟ هو السؤال الأهم، هل هذه الوزيرة أو هذا اللي عضو حزب التجمع رفض إن هو يقف منتقبات بصور السيسي في حملة السيسي؟ بالعكس، ده كان بيرحب بده قوي، ده بالعكس، ده واخدينها علامة أهو كل الملل بتأيده بما فيهم المنتقبات. أيوه. طيب لماذا لم يرفض وقتها إن إزاي تقوم بدور وطني بالنسبة لهم مثلا، تأييد رمز وطني بالنسبة لهم وهي منتقبة، مش عايزين الظلاميين دول، ما اعترضتش ليه؟ والوزيرة وقتها ما اعترضتش ليه؟ إذا المسألة مسألة لا والثقافة والنور، هو بص استنى، مشكلة اليسار والتجمع وغير معظم هذه التوجهات هما متصورين إن هي وزارة الثقافة في أي دولة في العالم العربي ده بتاعتهم، ما حدش يجي يدخلها على ذلك، ده اللي حصل أيام الدكتور مرسي الله يرحمه لما اعتصموا حول وزارة الثقافة، ازاي جاب حد مش يساري بتاعه؟ علاء عبد الفتاح اسمه علاء ايه سعيد، علاء عبد العزيز. ايوه. كان وزير الثقافة وقتها. ازاي ما جابش حد من شلتهم او حد هم راضيين عنه، بس دي كل القصة. ايوه. انما لو جاب حد تاني يا سلام خلاص، لا عادي ما فيش مشكلة. فالناس معتبر ايه ده الوكر بتاعنا اللي هو السنتر بتاعنا ما حدش ينافسنا فيه. ايوه. دي حتتنا. خدوا الاوقاف براحتكم لكن سيبوا لنا الايه؟ الثقافه دي بتاعتنا، ده يعني ايه؟ عقل البلد يعني. فده كلام مش صحيح. ايه اللي اشعل فتنه النقاب ومحاربه النقاب في مصر كده يا شيخ عصام؟ لا هو موجود. لكن لما لقوا ان المساله النهارده في عندك حزب معظم مسؤوليه واللي اسسوه تربيه امن، ما عدا ناس فيهم مخلصه يعني. لا يخلو الامر من ذلك. ودول بنقاب، ففرصه حزب ايه دول؟ ما له حزب النور. دول عشان لما اقول الاخوان والاسلاميين والجماعه الاسلاميه وغيره، لا مش باسم الاسلام، احنا مش ضد الاسلام. عندنا ناس متدينين. أي. ناس بدقون ولحى وجلاليب وكرش، فالحمد لله التركيبه كامله عندنا. أي. زي ما عندك عندي ومنتقبات، عندنا عندكم محجبات، لا احنا عندنا منتقبات. طب المفروض الحزب ده يبقى ضد المنتقبات ولا مع المنتقبات؟ انا حزب اللي هو حزب النور ده. لا حزب النور طبعا منتقبات. انما طبعا هو ادعى انه وقف مع الانقلاب لعله اني منتقبات شاوروا التاكسي. العله دي تعال نشوفها كده مع بعض اهو. الخبر ده دايما كان الشيخ عصام بيذكر لنا الموقف ده، وسبحان الله ده 8/4 جماعة 2014. بص بقى، النور شارك ب 30 يونيو لعدم وقوف التاكسي للمنتقبات. لو معانا سياق الخبر كده نقراه ولا كفايه العنوان يا شيخنا اللي يريحك؟ لا شوف يعني. في سياق يبقى كويس. طيب ماشي يعني، عقبال ما يطلعوا لنا الخبر اهو. كشفت مصادر داخل حزب النور ان حزب النور والدعوه السلفيه انضم الى تظاهرات 30 يونيو وتنصلوا من الاخوان ولم يدعموهم بعدما قام الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفيه باستطلاع غير مباشر لرغبه الشارع في وجود الاسلاميين في السلطه. وأكد المصدر أن برهامي كلف أمانة المرأة بحزب النور بنزول السيدات المنتقبات إلى شوارع مختلفة بمدينة الإسكندرية ومحاولة إيقاف التاكسي للركوب. ومن هذا الاستطلاع يتبين أن سائق التاكسي سيقف للمنتقبات أم لا. وجاءت نتيجة الاستطلاع بأن واحدا من كل ستة يقف للسيدة المنتقبة في شوارع الإسكندرية. كان حزب النور السلفي عدم نصيب 30 يونيو ووقف إلى جانب الدولة في وجه جماعة الاخوان. ده الخبر اهوت يا شيخ عصام. طيب زي ما قلت لك من 2014 تطلب اوبر يا سيدي. اه يعني ماشي،
وبعدين يا سيدي ما تروح تشتري عربيه لا واستطلاع ومن توك كل توك. ستة بيقف واحد لمنطقه لا معلش ما هو كان بقى المساله هتبقى هزل يعني تركب توك توك او الاصل المفروض وليه تركب مع تاكسي وتبقى في خلوه ايوه ما تركب مع جوزها في عربيه يا اخي ايوه بمنطق الشيخ ياسر يعني انا بتقمص اكون ياسر برهامي يعني ايوه ربنا يعافيك يا رب ليه تم اولى تركب اي وسيله تانية يعني هو ده منطق النهارده انا بايد انقلاب على رئيس شرعي عشان خاطر منتقبات شاور للتاكسي فما بيوقفش طب ودلوقتي بيحصل ايه ايوه بيوقف التاكسي بيتتشال اهي بمجرد ان هي بس منتقبات سيبك من اديب تتشال ده منصب لا بقيه الوجوه ايه اللي بيحصل في المنتقبات وهو اللي اتقتل اللي ماتوا في رابعه وازواجهم مش منتقبات اللي بيتبهدلوا قدام السجون مش منتقبات منتقبات وبتسدوا لهم النقاب وبتفتشوا ذاتي وبيتضربوا في الشوارع وبيطاردوا في كل مكان وبيتم مرتضيتهم في كل مكان وبيتقلاوا يا ماشيه بالنقاب في مصر بلد الازهر الشريف يا ارهابيه لا ده كده اصبح المساله لكن الشيخ ياسر تقريبا نايم في الكهف مش نايم دي احنا اخواننا طبعا الناس بتسال لك ومنين اتاكدت انه تربيه من إيه؟ وانا ساعتك اتاكدت ما هو السلوك ايه ده تربيه دين ده تربية منهج ودعوة ده مش تربية منهج ودعوة أيوه. المنهج والدعوة يستقيم لا ينحرف ليمين ولا شمال مع أو ضد القريب والبعيد العدو والصديق إنما لا ده مسألة يعني طيب. انتقائية